شايفين يا جماعه؟ اللهم صل على النبي. مين تعليق له؟ صل على سيدنا النبي. شايفين يا جماعه بيعمل عامل ازاي؟ ظهر والنظام والوش والجلد الناعم. وري الجلد حتى حمد كده في البيان دي كده. وري الجلد كده بتاعهم كده وسدنا الجلد كده. تعالى يا باشا. شايفين يا جماعه دي العقول اللي تطلع معاك على طول. صل على حبيب النبي. صلى الله عليه وسلم. بس اللي يشوف المال يصلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. اللي يشوف المال يقول بسم الله الرحمن الرحيم صلي على النبي. يا جماعه دي الفتحه بتاعت العلم ورا. ادي ولا ايه؟ ادي الثانيه الفتحه برضه ورا يا جماعه. شايفين يا جماعه الفتحات عامله ازاي؟ والجلد الابيض العقول اللي تزيد. العقول اللي تزيد يعني بترمي فلوسك في العمار. اللهم صل على النبي. بس يا باشا تعالى تعالى يا باشا. حبيبي خلي بالك يا حبيبي. صل على النبي. ايه يا حبيبي؟ صل على الحبيب النبي. صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول للمشاهدين اللي يجي على عينه وراسي وياخد عجل يطلع في عيب عندي. تمام. باين كفه التحصينات. كفه التحصينات. تمام يعني العجل ما يطلعش من عند المتحصن. انا ما حصنش على تاني مره حصل لكم مباشر قدام الناس. بس الشغل ده يا جماعه امانه. الشغل امانه. الشغل امانه. احنا بص العجل ساعة ما يخش عندنا يعني ما بيبيعش اللي بعد اللي بعد ما عدى عليه كام يوم من التحصيل بعد كام يوم ثلاث اربع ايام بنبيع تمام بنطلع بنعرضه لكن في نفس اليوم ما بنرضوش تمام انا بقول لكم البايم دي ما قالهاش ايمان انا بقول لك العجل متحصن متحصن والناس اللي خدت مني بايم عارفه كده تمام بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا حاج وقت حاجه يا جماعه بيد الحاج محمد والله ايوه صلوا على سيدنا النبي شيروا الفيديو دوس معانا لايك علشان غيرك يشوف الفيديو صل على حبيب النبي اهم حاجه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فرجنا على النبي المال هيزيد فرجنا فرجنا على 10 كده اجل اجل بالصلاه على النبي 10 بالصلاه على النبي ده واحد 10 اقول قدامك اهو فرجنا يا باشا على اجل كده انت بسم الله الرحمن الرحيم كلهم هيقولوا بالصلاه على الحبيب يا جماعه والاجل الثاني بتاعه ده ورق سوار ادي الثالث يا جماعه شايفين الجلد البام يا جماعه ادي الجلد اهو شايفين ادي الثالث ادي الرابع كلها زي الموت بس نشوف الرابع الثالث ده كده بعد اذنك شايفين يا جماعه الاجل الثالث اهوت كده الرابع ادي الخامسه يا جماعه شايفين الاجل يا جماعه بتتعامل ازاي والظهر يا جماعه عامل ازاي؟ شايفين؟ ميزانات ذهب ميزانات ذهب دي ميزانات ذهب يا جماعه شايفين؟ اللهم صل على النبي شايفين يا جماعه عظمه بيعمل ازاي؟ الفتحه من ورا ارمي فلوسك في العمار اهو اهو دي اصغر عجل معانا في العشره يا جماعه ده يعتبر اصغر عجل معانا في العرض اللي هو ده يعني التسعه مقاس واحد بسم الله ما شاء الله واللي هو ده اصغر عجل معانا يا جماعه في العرض اللي هو ابو شعره ده بس عقول يعني افتكر يوم البيعه سيبك من يوم الشراء، يوم الشراء ده سهل. تفتكر لما تبيع عندك حاجة حلوة هترن على أي تاجر، هتعرض لأي تاجر هتلاقي دي بيرن عليك ودي بيرن عليك ودي عايز يشتري. يا معلم أبو ستة حاجاتك حلوة بالصلاة على النبي النهاردة يا ريس. أول حاجة مرايب يمثل مشاهد معانا على البث وعايزين كل مشاهد معانا على البث يا جماعة عايزين الصلاة على النبي والاستغفار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. طبعا النهاردة معانا 10 ذكورة عيول عمرايم يوم لما تقرا لما الحد غدا ويوم لما تقرا هتبيع تكسب. يوم لما يكره هيبيع يكسب بعد البند عمرين اه انباع بعد شهر يكسب انباع بعد شهر يكسب تمام عيول عمرين رويانه قلت له معلم عيول رويانه عيول رويانه يا جماعه زي ما انا بقول لك اللهم صل على النبي شايفين يا جماعه هو دي الملا يا جماعه اللي دي فيه فلوس وتبقى انت مرضي بس عايزين برضه ايه تصلوا معانا على سيدنا النبي عشان نخش معاكم في الاسعار وادعمونا بالشير واللايك علشان ايه نجمع الناس معانا على اللايف ونقول لك على السعر برضه والسعر ان شاء الله في متناول الجميع بترمي فلوسك في العمار مش يجيب لك شويه عقول قش ويقول لك دي عقول ايه؟ لا المال قدامك اهو المال هنا بيتكلم عن نفسه شايفين يا جماعه؟ كفايه بس وش البهايم كفايه وش البهايم هاجي معانا نسمع السعر بقى يا ريس صلى على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بس صلى على النبي الاول حط اللايك يا باشا كله معاك بصلى على سيدنا النبي صلى على حضره النبي المكان يا حاج محمد طبعا الناس بتسال على المكان المكان المنوفيه مركز اوسنا عرب ابو ذكري قريه عرب ابو ذكري اللي جاي من بنها 3 كيلو اللي جاي من اوسنا 2 كيلو تمام اللي جاي من ناحيه كفر الشيخ 2 كيلو اللي جاي من بنها 3 كيلو تمام المكان عرب ابو ذكري عرب ابو ذكري جوار جامع بيرام معروف تمام توكل على الله توكل على الله حاج توكل على الله تمام البيم دي اقول لك ب 120 120 لا لا 115 دول لا 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 احنا ما نقولش كده امال بكام يا ريس بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على النبي الاول صلوا على سيدنا النبي يا جماعه البيان دي بكام يا جماعه بكام يا عم مش هنقول ب 115 ولا 110 والله كمان ب 105 كمان ب 105 100000 و5 اللهم صل على النبي العجل ب 10 ونص يا جماعه الحاج حامد بيقول لك ال 10 عيول دول هم ال 105 وتلحق يا ما تلحقش يا تلحق يا ما تلحقش رقم تليفون رقم تليفون الحاج محمد 010 65 2 5 7 1 3 2 اللهم صل على النبي بهايم رويانه بهايم رويانه على كلمه ابو سته البيان دي رويانه وبهايم شوف العجل هيكبر وينباع لحم مش عارف اللبن عليه اللهم صل على النبي قول شبعان لبن من صغري يا جماعه شبعان
اللهم صل على النبي. طب ورينا العرض التاني معاك كده يا ابو ست. تعالى يا حاج ابراهيم. ورينا بص العرض التاني كده يا ابو ست. يلا يا ابو ست خش. اللهم صل على النبي. عايزين نسحب بقى من دولت كده عدل عدل كده عشان المكان ده شرف حطها في ظهرنا ورا. نسحب عدل عشان نفرج المشاهد. حلو العيدين يا عم محمد. دولت يا جماعه 10 عدول بسعر واحد. صلوا على سيدنا النبي. دعمنا في الخير كده علشان يوصلك من هنا كل جديد. واشترك معانا في القناه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب علشان تصلك كل عروضنا. وطبعا يا جماعه بنديك مال من الرقم واحد. بنديك مال من الرقم واحد. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على يا جماعه. الاول اثنين معانا في العرض همت. العرض ثاني طبعا قلنا لكم على السعر هنا. السعر هنا 100. سعر كام يا حاج محمد هنا؟ لسه يا معلم مقبول. لا هنا كام هنا؟ السعر هنا. السعر هنا 105. السعر يا جماعه 10 عيون درامات. الناس اللي لسه داخلين معاه برضه 105. اقول رويانا اقول شبعانا في اللبن. رقم تليفون الحاج محمد 010 65257132. حل يا باشا اللي عندك اسحب كده يعني. دلوقتي يا جماعه 10 معانا تانيين برضه حاجات اكبر شويه. اللهم صل على النبي. تعالى يا باشا كده دوس معانا مشاركه يا محترم. دوس معانا مشاركه للفيديو في المجموعات وشير الفيديو علشان يوصلك من هنا كل جديد. حل التانية يا باشا كده بالراحه كده يا باشا. اللهم صل على النبي. طبعا يا جماعه بنحب نفرجكم. احنا والله مش يعني بالقصد ان عايزين نطول عليكم ولا حاجه. بنفرجكم يعني علشان حد يطلب العرض مثلا في اخواتنا اللي متغربين بره. الحاجه تروح لك يعني كانك واقف مع الحاجه واكتر شويه. واهم حاجه في الشغل كله مصداقيه والامان مع العميل. رقم 5 يا جماعه معانا. اللهم صل على النبي. صل على الحبيب النبي. تعالى يا معلم. تعالى يا باشا. عندكم معانا يا جماعه كده. صلوا على سيدنا النبي. صلوا على سيدنا النبي. وطبعا اي كميه ان شاء الله متوفره معانا من العجل 100 عجل متوفرين وبقى كلها جاهزه ماخدين كافه التحصينات. دي المال يا جماعه. دي المال اللي بيتكلم عن نفسه. اللهم صل على النبي. السعر بما يرضي الله. صل على سيدنا النبي. اي برضه اكلهم واسعين في العظم شويه. مش تخان زي دوكا اي نعم بس يعني واسعين في العظم برضه نفس العظم برضه. لازما نقول على كل حاجه بالتفصيل عشان اللي بيتفرج يا جماعه مش هيدب مشوار على الفاضي. ايوه زي ما ناس بيجينا كتير بيقول لك كنا عند فلان وعلان بس يلا ربنا يصلح حال الجميع. حب نفرجك بالطبيعه. والعجل رجليه فيها ميه والعجل في دوش ولا الكلام ده كله. اسحب اعمل كده ارجع معانا كده. شير الفيديو يا محترم. شير الفيديو علشان يوصلك من هنا كل جديد. اللهم صل على النبي. هنا يا جماعه السعر زي ما قلنا لحضراتكم 105000 يعني متوسط العجل فيهم 10500 وانا 10 عجل تليين. اللهم صل على النبي. كده معاك كام عدة يا ابو ست؟ كده 8؟ معانا 9 كده. اللهم 9 كده يا جماعه امت. اللهم صل. شوف الملا يا جماعه. لعب والنظام وعرض البهيم. تعالى يا باشا. ادي اثنين ثالث ادي الرابع ادي الخامس ادي السادس 7 8 ادي 10 فين يا عم الحاج؟ دول اثنين ملا معاك؟ اثنين هم اثنين. مظبوط مظبوط مظبوط. يا باشا لو عايز عجل الناس اللي عم محمد الناس بيقول لك لازم تبقى العشرة على بعض. لا اللي عايز عجل يجي، اللي عايز اثنين يجي، اللي عايز خمسه يجي. تمام. طبعا السعر واحد في دوكم يعني؟ السعر لا كل شيء كل واحد والعجل له ثمنه. كل عجل له ثمنه. يعني الصغير بسعر والكبير بسعر. تمام. طيب كلهم واحد. مظبوط يا باشا. عايزين نخش في السعر هنا بالصلاه على سيدنا النبي كده. احنا بنخش صلاه على الحبيب. العشر في تواد اللي معانا دولت. العشره دول بالصلاه على الحبيب النبي. بنصلي على النبي الاول يا جماعه. صلى الله عليه وسلم. اللي صلى على النبي. لايك شير وحد الله وحد الله. عايزين منك الدعم في التعليقات كده تعليقات فيها الصلاه على سيدنا النبي علشان نقدر نقدم له كل حاجات حلوه من عندنا من هنا والسعر بالعداله وبمرض الله وانقص من السوق ومن اي حد. العجل الواحد عند الحاج محمد هنا ب 1000. بص يا حاج العجل ب 1000 يا جماعه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا جدع عجل جسم عامل ازاي؟ زي موج البحر يجي يقعد الدرك اليوم يكبر اهو. اقول تيجي معاك يعني. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله اهو. العجل اهو الجلد بتاعه اهو زي ورق السجاره. اللهم صل على النبي. باين اهي باين منوفي صح دي؟ دي باين منوفي يا جماعه. ايوه دي باين منوفي. دي البلبا دي الباين من منوفي. اللهم صل على النبي على دماغ عم مصطفى. شكرا ليك. العجل اهو اصغر عجل اهو. دي اصغر عجل في واحد محمد. بالصلاه على الحبيب النبي. دي اصغر عجل في العشره اللي هم الكبار. اللهم صل على النبي. ايام نظيفه بسم الله ما شاء الله. عايزين نخش في السعر يا باشا كده وانا اصلي معاه على سيدنا النبي. اقول لك صل على الحبيب النبي الاول مش هقول لك 130 ولا 135. الله يكفى يا جماعه عشان حد يحب يخش معاك في السعر. لايك شير وحد الله. يا جماعه لو تكرمتوا بعد اذنكم دوسوا معانا لايك علشان غيرك يشوف الفيديو وكل الناس تشارك في الخير كده
كل اسمع سعر الحقيقه مع بعضه. صلى على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. الباب دي حاجه برمش 130 130000 10 دول؟ لا الباب دي ب 120000 ال 10 دول. بكام؟ ب 120000. ب 120000 يا جماعه؟ 120000 النبي. يعني يا جماعه متوسط العجل من دول همت عامل 12000. شايفين يا جماعه؟ هي دي الاسعار وهي دي السوريلات وهي دي العجول اللي تحول معاك بترمي فلوسك في العمار طبعا. واللي عايز دكر سعر كام ده يا حاج محمد بيقول لي كده؟ 120000. توفر عندك اي كميه؟ اي اللي عايز ياخد 10 20 30 40 50 عندي، عايز نوتي عندي. نتات فيه؟ نتات فيه، دكوره فيه. عندك نتات من كام لكام؟ عندي نتات من 9000 لغايه 16000. نتات يا جماعه عند الحاج محمد من اول 9000 لحد 16000، طبعا الناس اللي لسه داخلين معانا بتسال على السعر. السعر دلوقتي يا عم ده 10 دول همت، ده العرض رقم 2 معانا عامل 120000. ادي بقى يا جماعه من تحت برضه ايه؟ ولا عجل رجلي وحشه ولا عجل بيخبط من ورا. اللهم صل على النبي. شايفين يا جماعه؟ فتحات اخر نظام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. هو دي المال يا جماعه اللي يرضي الله. طبعا المكان المنوفيه وسنا قريه عرب ابو ذكري مزرعه الحاج محمد ابو الحاج. رقم التليفون للتواصل 010 65 25 71 32. الرقم الثاني 010 63 10 74 92. شير الفيديو معانا يا محترم علشان يوصلك من هنا كل جديد، وما تنساش تشترك معانا في القناه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. وصلوا معانا على سيدنا النبي. شوفنا يا جماعه، يا جماعه هنا باين الجلد ابيض، عقول تزيد عقول تزيد. اللهم صل على النبي. اللهم صل. سيبهم سيبهم براحتهم سيبهم براحتهم. اوعى كده اوعى انت كده. اللهم صل على النبي. شوفنا يا جماعه فتحات من ورا عامله ازاي. اللهم صل على سيدنا محمد. شوفنا يا جماعه، هي دي الفتحه من ورا، هي دي الفتحات من ورا. جلد الابيض دولت كام يا حاج محمد؟ قلت 110 دول 105 105 دول ب 100005 يا جماعه، يعني متوسط سعر 10500. المكان يا محترم اوسنا منوفيه قريه عرب ابو ذكري. اللي جاي من بنها 4 كيلو واللي جاي من اوسنا 4 كيلو اللي هي قريه عرب ابو ذكري يا جماعه. رقم التليفون للتواصل 010 65 25 71 32. وطبعا هنسيب لكم الرقم برضو على اللايف، بس ما تنساش الصلاه على سيدنا النبي في التعليقات كده علشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم يا جماعه. بقول لك العجل متوسط من درامات 10500 10500 يا جماعه. العجول البلد اللي قدامك ديت باب البلد السلالم المنوفه ديت، بقول لك متوسط العجل فيهم 10500. مال بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. خليكم معانا على اللايف كده. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتاني عرض معانا يا جماعه برضو، ده العرض الثاني معانا. طبعا فردناكم دلوقتي على عجل عجل وسحبنا لكم البيام ديت. عجل عجل كده يا جماعه معانا اصغر اثنين في العرض اللي هم دول. اصغر عجلين في العشرة اللي هم دول هم بس. عجول بسم الله ما شاء الله، عجول تخينه يعني. شايفين يا جماعه؟ والحاج محمد بيقول لك السعر هنا، السعر هنا عامل 120000 سعر ال 10، يعني متوسط العجل في دولت عامل 12000. متوسط العجل في البيان ده يا جماعه عامل 12000. طبعا السعر هنا بالعداله وبما يرضي الله، بنبيع كتير واكسب قليل تكسب محبه الناس. بس شير، بس ما تنساش تشير الفيديو في المجموعات علشان يوصلك من هنا كل جديد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وانا عايز يا جماعه برضه بطلب من المشاهدين اللي معانا كل من دخل معانا على اللايف يصلي على سيدنا النبي. طب ما تصلي على سيدنا النبي البركه هتحط علينا وعليك، وبنحمي برضه المال يا جماعه. اهم حاجه الصلاه على سيدنا النبي يا جماعه. فرب اللي ياخد حاجه ربنا يبارك له. طبعا هنا لا ظلم ولا ظلمات، وبقى كافة التحصينات. ربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. هم دول احسن يا جماعه، احسن مشروع يا جماعه. المشروع ده تاكل 3 شهور وتبيع، يعني ربنا يرزقك هيرزقك والرازق الله سبحانه وتعالى. تنساش شير الفيديو وتصلي على سيدنا النبي في التعليقات. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.